السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله أخواتي غادي نحضر مع بعض واحد العصير بالقرع الأحمر ولا بالقرع الحمراء ورمونغ، تيجي لذيذ بزاف وصحي، فكنتمنى أخواتي أنكم تجربوه وينال إعجابكم. إذا عجبكم الفيديو بحال ديما ديروا لايك وما تنسوا تشتركوا في القناة باش توصلوا بجديد الوصفات، وذلك بالضغط على زر صابوني أو اشترك. فكنتمنى أخواتي الفيديو ينال إعجابكم وديروا لايك وتشتركوا في القناة، نتمنى لكم فرجة ممتعة. بالنسبة لهذا العصير هذا فغنحتاجو على بركة الله واحد ربعة الحبات ديال البرتقال، يعني باش نستافدو حنا من البرتقال أكثر، فما غاديش ناخدو غير العصير ديالو، فحنا غادي ننقيو ونستعملوه كلشي اللي غنتو تشوفو معايا الطريقة. غادي نحتاجو تقريبا عندي هنا واحد 400 ل 500 غرام ديال القرعة حمراء، ناخدوها نقيوها نسلقوها واحد مدة 10 ل 15 دقيقة مع واحد المعلقة ديال السكر، واحد القبيصه ديال الملح باش ما جيناش باسله، وتقريبا واحد نص لتر ديال الماء، وغادي نطحنوها كيف ما تشوفوا بالماء ديالها، يعني ما غاديش نصفيوها من الماء ونطحنوها بماها. وغادي نحتاجوا واحد الحبه ديال المونغ، تقريبا هاد الحبه فيها 300 غرام، وطبيعه الحال كيبقى السكر حسب الذوق. انا عندي هنا جوج معالق لانني ديجا استعملت سبق لي استعملت معلقه ديال السكر مع القرعه الحمراء. هادو هما المكونات. ندوز على بركه الله للطريقه. بالنسبه للبرتقال فتناخذوه يعني طبيعه الحال من بعد ما نغسلوه مزيان، فغادي نحاولوا اننا نقيوه بهذه الطريقه هذه، يعني تنضربوه من الفوق وتنضربوه كذلك من التحت، تناخذوا سكين ماضي وتنحاولوا اننا نضربوه بهذه الطريقه هذه. هذه كتبقى عمليه يعني سهله، وفي نفس الوقت يعني نحاولوا نضربوا هذيك البابه البيضاء هذه الجلفه هذه البيضه اللي كتجينا مره في العصير. هانتوما كتشوفوا معايا اخواتي كيف كيبني كنقيو كيف تيولي، يعني تنضربوا له هذوك الباب البيضاء البيضاء. صافي غادي نحاولوا نقطعوا بهذا الشكل هذا دي مورسو هكا قطع بهذا الشكل هذا على حسب الميكسور ديالنا. وطبيعه الحال انا عندي البرتقال هنا ما فيهش العلفه، يعني الا كان فيه العلف يعني البذور فتنحاول نزولو. هنا كيف ما كتشوفوا معايا اخواتي من بعد ما نقينا الليمون فانا ضفت القطع، يعني غنحاول نقي المونغ ديالي حتى هو ونضيفوه للعصير ديالنا. واحد النصيحه هنا بخصوص هذاك العظم اللي تلقاو ديال المونغ، يعني داك اللي كنلقاو الوسط، فما ما نرميوش، نديروه في واحد البلاصه ونحتفظوا به في المجمد، لانه هذا تيليق بزاف للسيرو اللي كنسقيو به الكيك ولا البسبوسه. يعني ان فوا نزيدو هذا على السكر والماء فتعطينا واحد المذاق رائع جدا، يعني تيقوني واحد المذاق اللي تيجي غزال بزاف. اننا لو بغينا نسقو به الكيك ولا بحال هكا الجينواز ولا كذلك حتى البسبوسه فتيجي رائع جدا. انا ما كنرميش ديما، كنحتفظ به في نديروه في علبه ولا في كيس ديال المجمل ونحتفظوا به فتيبقى عندنا الوقت اللي بغينا نحتاجو، الوقت اللي احتاجينا يعني شي سيرو باش نسقيو الكيك فتنجبدوه ونخدمو به. صافي هنا كيف ما تشوفوا معايا من بعد ما قطعت المونغ فانا غادي نضيف الخلاط الكهربائي، وغادي نضيف كذلك القرعه اللي عندي والسكر باش نخلطه. هنا كيف ما كتشوفوا معايا اخواتي فانا وضعت جميع المكونات في الخلاط الكهربائي وكذلك السكر، نطحنوا العصير ديالنا وندخلوه للثلاجه طبيعه الحال يبرد مزيان عاد نقدموه بالصحه والراحه. العصير تاعنا اخواتي كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما وجد فكنصحكم انكم تخليوه يبرد، يعني نخليوه مزيان يبرد واحد ساعات المقله تقريبا عاد نقدموه، فتيجي لذيذ جدا وصحي كيف ما كتشوفوا معنا. انا القرعه الحمراء فانا اول مره ذقت هذا العصير، يعني ملي قالوا لي راه فيه القرعه الحمراء يعني جاني يعني ما تقبلش فكره تاع القرعه الحمراء، ولكن ملي ذقتو ففعلا رائع جدا وما تجيش كاع باينه كاع في المذاق، يعني تيجي المونغ غالب عليها وكذلك عصير البرتقال في البرتقال عفوا. فكنتمنى الحلقه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، الى عجبتكم بحال ديما ديروا لايك واشتركوا في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات. الى حلقه مقبله بحول الله، دمتم في رعايه الله وحفظه.